في ناس بتقول يا جماعة ما تظلموش مصر، مصر ملهاش علاقة بحاجة، الرئيس السيسي راجل طيب وجميل وفتح المعبر، احنا مش قافلين المعبر ولا حاجة. لكن الحقيقة بعد مرور 83 أو 84 يوم على هذا العدوان الإسرائيلي وعلى مشاركة مصر في هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت الناس تقرأ وتبحث عن القانون الدولي. هو اللي بيحصل ده معناه إيه في القوانين الدولية؟ هي مصر وضعها إيه؟ هل إحنا فعلا فتحين المعبر وخلاص رفعنا إيدنا فتحنا البوابة من عندنا وقلنا بس الجهة التانية قافلين، بس الجهة التانية هيقصفوا، إحنا ملناش علاقة بحاجة؟ هل إحنا فعلا في مصر ملناش علاقة ولا لينا علاقة؟ السؤال ده حاولت الصحفية ليلى العجيب أن تجيب عليه في ثريد على تويتر. تعالوا نقرأ بعض ما كتبت الأستاذة ليلى. هل تعلم أنه في القانون الدولي إذا فرضت قوة ما حصارا على منطقة ما، يجب على البلاد التي تمتلك حدودا مع هذه المنطقة أن تفتح حدودها لكسر الحصار؟ وفي حال وجود حدود واحدة مع هذه المنطقة لبلد غير القوة المحاصرة، يتحمل هذا البلد مسؤولية إطباق الحصار. نقرأ تاني كده الكلام بالراحة. القانون الدولي بيقول لو في قوة إسرائيل فرضت حصار على منطقة ما، على قطاع غزة، البلاد اللي بتمتلك حدود مع هذه المنطقة مصر المفروض تفتح حدودها لكسر الحصار. ولو في وجود حدود واحدة مع هذه المنطقة لبلد غير القوى المحاصرة، بيتحمل هذا البلد مسؤولية إطباق الحصار. يعني مصر متحملة مسؤولية الحصار. طبعا كلام ليلى العجيب هنتكلم فيه مع ضيفتنا بعد قليل الأستاذة ديالة شحادة. لكن هل يا جماعة النظام المصري متورط ومجرم ومدان بموجب القانون الدولي؟ هل القانون الدولي بيقول ان وضع مصر دلوقتي في معبر رفح صح ولا غلط؟ او احنا بنتكلم من ناحية قانونية، ما بنتكلمش لا من ناحية سياسية ولا ماذا لو، لا خالص، احنا نتكلم في الفقرة دي من ناحية القانون بس. طيب بموجب القانون وبموجب الدستور المصري، هل يفترض ان يكون مواطن مصري عالق في بلد اخر مجاور للحدود المصرية ومصر مش قادرة تستقبله؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ والله حضرتك ده الكلام اللي في الفيديو لمواطن مصري مش قادر يغادر قطاع غزة. تعالوا نشوف السبب. وهي انا جيت معاها عشان نحضر مناسبة هنا، وكان فرح اخوها، وللأسف قامت الحرب، والمقتها انا مش عارف اخرج، محدش مهتم بالحالة بتاعتي نهائيا، سجلت كل الاماكن اللي قالوا عليها وللأسف الاسم ما بيطلعش، فما فيش قدامي، انا ما عنديش اي بيت هنا، ما فيش قدامي غير ان انا افضل نايم على باب المعبر. انا بطالب المسؤولين ان هم يهتموا بالحالة بتاعتنا، لان الاولاد بصراحه وانا كمان واحنا كلنا تعبنا من الوضع اللي احنا فيه. انا يا جماعه ما يعني تقريبا منقطع عن عملي اكتر من 90 يوم، فطب انا هخسر ايه اكتر من كده؟ كل الفلوس اللي معايا تقريبا صرفتها هنا، مش باقي معايا الا حاجات بسيطه، يا دوبك هي اللي تقدر توصلني لحد البيت. من يوم الجمعه تقريبا ما نزلش اي كشوفات مصريه، واحنا مش عارفين ايه السبب كمان. ولما سالت واحد من المسؤولين بتوع المعبر الفلسطيني ان ايه السبب ان ما نزلتش كشوفات مصريه بقى لها 3 ايام، قال لي والله هي سفارتكم مش مدوره عليه، قال لي حاول تنسق معاهم بالمطار عشان تخرج يعني. ده كان كلامه. قلت له ازاي يعني؟ طب يعني انا يعني واحد عايز اروح بلد يدفع فلوس؟ قال والله هم ما نزلوش كشوفات بقى لهم 3 ايام بالسبب ده، لان في خلافات على موضوع التنسيقات، وان الفلوس اللي بيلموها كتير قوي، وان سعر التنسيق وصل لرقم كبير يتعدى ال1000 وال2000 دولار. لما يكون في ضابط مصري او موظف في الحدود المصريه في معبر رفح، ما بيعديش الفلسطيني او المصري غير لما بيقبض ال7000 دولار ولا ال5000 دولار. برضو ده من القانون الدولي وضعه ايه؟ احنا محتاجين نعرف يعني ده اسمه ايه يا جماعة. يعني هل دي تجارة مقبولة؟ القانون الدولي مثلا بيقول لك والله طالما انتوا على الحدود فانت تقدر يعني ليك مساحة انك تستفيد ماديا من خلال السمسرة، ولا ده جريمة تضاف لجريمة الحصار واغلاق المعبر؟ برضو ده السؤال مهم هنعرف تفاصيله. لكن تعالوا نشوف سيدة فلسطينية عايزين يجبروها على ترك أبنائها عشان تعبر من معبر رفح. نتابع. أنا صفاء فتح إبراهيم حماد، أنا زوجي مصري، طلع مع أطفالي الثلاثة من 15 يوم، وكانوا عاوزين ياخدوني معاهم، بس أنا رفضت عشان أولادي هم رافضين ياخدوا الأطفال هذول الثلاثة. بيقول لي سيبيهم وخليهم يناموا في المدارس وانت امشي. طب أنا أمشي وأسيب فين هذول أولادي؟ ما إلناش مأوى، ما إلناش بيت، ماليش حدا أصلا هنا، أنا أعمل إيه؟ فدخلت للمدير واتكلمت مع الكل، بقول للطرف المصري هو السبب، هو اللي مش عايز يدخلكم، انا بدي اعرف مين السبب في انه رافض اولادي انهم يدخلوا عندكم، فارجوكم بتمنى منكم انكم تساعدونا. جوزي مصري الاصل بس اولادي ايتام، وستهم وعمامهم مصريين، ايتام جوز امهم بس هو اللي رباهم،
وهم ايتام من صغرهم، يعني البنت هاي الكبيره كان عندها 4 سنين وهي كانت تسبق لي كنت حامل فيها. هلقيت عندك 12 سنه 15 سنه 17. بناشد كل من له مأوى هناك يقدر يساعدنا يا ريت، من كل شاكرين له كثير، لانه احنا لنا شهر نايمين على زي ما انت شايفين حالتنا، بقالنا اكثر من شهر في هالوضع هذا، وحرام هذه الولايه من برا. المعاناة المستمرة دي طبعا انتقلت لفكرة الفلوس. اتكلمنا عن موضوع الفلوس ده قبل كده وانه وصلت التكلفة لحوالي 7000 او 10000 دولار. تعالوا نسمع ليه مواطن من قطاع غزة وهو بيتكلم عن رشوة 7000 دولار عشان يعدي من معبر رفح. يا جماعة الخير، انا اسمي فادي احمد المغير من قطاع غزة، زوجتي مريض مرضى كلى وبحاجة لعملية جراحية مستعجلة في اقرب وقت. لفيت كل مستشفيات قطاع غزة بس علشان انها تطلع من قطاع غزة وتتوجه لمعبر مصر تروح تتعالج وتعمل عمليتها في مصر. للاسف الشديد اقسم بالله العلي العظيم ما انا قادر، اقسم بالله العلي العظيم ضاقت في الدنيا، والله العظيم اقسم بالله مش قادر اعمل اشي. لفيت كل المستشفيات ولفيت كل الدنيا بتاجروا فينا وبطلبوا منا 7000 و5000 دولار لكل مريض بس عشان يطلع من قطاع غزة عشان يروح يتعالج. حسبي الله وانت نعم الوكيل. وفقا لشهادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات زي كده، الحقيقة وصلنا لقناعة في آخر كلام أن هناك تجارة أطلقنا عليها اسم تجارة العار عند معبر رفح، وهي تتعلق بأسعار خروج الفلسطينيين من المعبر. الصورة اللي قدام حضراتكم تتبع الأرقام وتوثيق لشهادات الناس اللي عالقين عند معبر رفح والناس اللي خرجوا من معبر رفح. في نوفمبر الماضي كانت تذكرة الخروج، ودي مش تذكرة طيران، لا دي الرشوة اللي هتدفعها 5000 دولار عن كل شخص. ارتفعت التكلفة ل 7000 دولار في شهر بداية شهر ديسمبر. النهاردة وصلنا من 8 ل 13000 دولار عن كل شخص. يا راجل ده بيسمسروا على القطط، الحيوانات الأليفة بتدفع 500 دولار عن كل قطة. عائلة من 8 أفراد بعد التخفيض بيعمل لهم باكج كده ان انتوا عيلة مع بعض 8 ناخد منكم 35000 دولار. والمصدر هنا مقيمون ومغادرون من قطاع غزة. الكلام ده الحقيقة وإغلاق المعبر دفع السيد حذيفة عبد الله عزام انه ينشر على حسابه على تويتر تغريدة فيها مقترح غريب جدا. انا عارف المقترح غريب وقد اكون مش متفق مع اللي بيقوله ومقترح يعني خيالي، لكن هو الرجل بيقول عرض أقدمه للنظام المصري ليضع النظام المصري المبلغ الذي يريده، لقاء بيع معبر رفح، الأمة مستعدة لدفع ثمن المعبر وشرائه رسميا من النظام المصري. طبعا ده في سخرية من الأوضاع البائسة واللا إنسانية الموجودة عند معبر رفح.